لم يساعده حينها التخفي بهذا اللباس التقليدي، ولم تسعه صحراء ليبيا فوقع بين أيدي ثوارها ليبدأ فصل جديد من حياة سيف الإسلام القذافي، فمن السلطة إلى القتال إلى الهروب إلى الوقوف في قفص الاتهام. الحمد لله. في نوفمبر عام 2011 كان سيف الإسلام في طريقه فارا إلى إحدى الدول المجاورة، وإذ بثوار الزنتان يلقون القبض عليه بهذه الصورة فاقدا أصابع كان يتوعد بها الليبيين قبل انهيار نظام والده. نضمن لك محاكمة عادلة، لا نظلموك ولا نظلموك، بل بالعكس نوفر لك أي محامي تبيه. أصر الليبيون على محاكمته على أرضهم وتحديدا في الزنتان، رافضين تسليمه لمحكمة الجناية الدولية التي اتهم وفدها بالمساس بالأمن القومي الليبي لتعاونه مع سيف الإسلام. هذه المرة الأولى التي يقف فيها سيف الإسلام أمام محكمة ليبية بتهمة المساس بأمن الدولة، بعد أن ثبت تبادله وثائق مع وفد المحكمة الدولية وإدخال محامية الدفاع عنه قلما يحوي كاميرا ورسائل مشفرة من أهم أحد مساعدي سيف الإسلام. والله العظيم. تهمة أخرى وجهت لسيف الإسلام القذافي اليوم تتمثل بإهانة علم ليبيا الجديد وشعار الدولة، بعد أن أبدى سخريته منه وأجلت محكمته إلى مايو المقبل دون توقعات بمصيره في بلد ما زال يعيد بناء مؤسساته. عمار الهندي، العربية.